شهدت مدينة دمشق السكرية حاضر إقليمي حاج اللميد مناسبة افتتاح أعمال الورشة حول التفاكر لوضع استراتيجيات للإدارة لصالح المراكز الخدمية بإقليمي حاج اللميد. كان وزير الثروة الحيوانية محمد النظيف يوسف هو من رأس المناسبة. خليل حسن صالح. من أجل تحسين الحياة اليومية لسكان الريف والرحل وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب، فقد بادر مشروع البنية التحتية الريفية والرعوية ببناء مركز خدمي اجتماعي في كل من قرية بط القرص وأبخ الشايع بإقليم حجر لميس. وقبل الانتهاء من هذا المشروع فقد نظمت ورشة للتفاكر حول وضع استراتيجية الإدارة المستدامة للمراكز الخدمية بمدينة مساكوري، حيث أوضح منسق المشروع عثمان محمد صالح عن أهمية هذا المشروع في بناء المجتمع الريفي وتوفير متطلباته الأساسية، متطرقا إلى الأقسام المتفرقة للمجمع الاجتماعي الخدمي. حاكم إقليم حجر لميس علي آدم عبد الله قال إن إقليمه يعد ملتقى للرعاة من حيث موقعه الاستراتيجي، وأن هذين المركزين سيسمحان للرعاة المتنقلين بتعليم أبنائهم والحصول على الرعاية الصحية كبقية المواطنين في المدن. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف أشاد بأهداف المشروع مبديا إعجابه بالخطط المتبعة لتنفيذه. إن الدشاة تعيش وضعا مثل بقية دول الساحل، حيث يعاني السكان الرعاة من عدة صعوبات تتمثل في عدم الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. إن وزارتنا تقوم بالترجمة الفعلية لرؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو الهادفة إلى توفير الخدمات الاجتماعية لهؤلاء السكان. ونشير إلى أن مشروع البنية التحتية الريفية والرعوية أسس منذ العام 2012 من قبل وزارة الثروة الحيوانية وتمول مشاريع. نعتذر لهذا الخطأ الفني. رأس الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر أولي حسن مناسبة تسليم وتسلم المهام بين الحاكم السابق والجديد لإقليم إنيدي شرق. المناسبة كانت بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين بالمنطقة. عائشة أحمد دوقي. تقليد المناصب من شأنه الاستمرار في تقديم الأطاء وتسيير الشؤون الإدارية والخدمية، وأن منصب حاكم الإقليم الذي يعين هو العمل على تغيير الحالة المعيشية وتذليل العقبات التي تعيق تنمية الإقليم. لذلك دابت الحكومة عبر وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي على اختيار شخصية إدارية تستلم أمور قيادة الإقليم، بحيث نظم حفل تسليم وتسلم بين حاكم إقليم إنيدي الشرق السابق برنودي بيسنابي كاروبا والحاكم الجديد إنغرغجوم ميدار جاكوب. خلال هذه المناسبة فإن الحاكم السابق قام بسرد الإنجازات التي قام بها أثناء فترة ترأسه، مذكرا الدور الذي قامت به الحكومة في تعمير الإقليم، كما طلب من معاونيه العمل مع الحاكم الجديد. الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر أولي حسن ممثلا للوزير أشار إلى أن الحاكم قد شغل عدة مناصب إدارية وعسكرية بالبلاد، لذا طلب من المسؤولين العسكريين وجمعيات المجتمع المدني الوقوف معهم، بينما الكلمة الأخيرة كانت للحاكم الجديد الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه وأنه سيعمل جاهدا لإتمام المهمة التي كلف بها. نعتذر كما ورد في التقرير أن التسليم والتسلم كان في مدينة فدا وبالتحديد في إقليم إنيدي غرب وليس إنيدي الشرق. وبالعودة إلى نشاطات وزير الثروة الحيوانية الدكتور رمضي محمد يوسف، حيث توقف بمشروع بناء المركز الخدمي البيطري بقرية بطة الفرس. خليل حسن صالح. مجمع خدمي اجتماعي يشيد لأول مرة في الأراضي التشادية بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وبتنفيذ من مشروع البنية التحتية الرعوية والريفية، بادرة نالت إعجاب المواطنين بالمنطقة ولفتت انتباه السلطات العليا بالبلاد، حيث قام وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف بمعيته حاكم إقليم حجر لميس علي آدم عبد الله بزيارة المشروع الذي هو قيد التنفيذ بقرية بط القرص. زيارة سمحت للوزير والوفد المرافق له بمعرفة سير أعمال المشروع
المترو والاستماع لشروحات مفصلة من قبل المهندسين. حاكم الإقليم أبدأ إعجابه بالمشروع وصفا إياه بأنه خطوة إيجابية نحو مستقبل مشرق للمجتمع الريفي. محمد النظيف يوسف عقب زيارته قال إن هذا المشروع يعد ترجمة واقعية لرؤية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. مركز الخدمات يعني فكرة رائعة ومهمة في تنمية الثروة الحيوية في تشاد. أعتقد بأنه سوف يحل مشكلة تشاد، مشكلة التنمية الحقيقية ومشاركة المرأة وموضوع الطفل. يعني نتمنى إن شاء الله من الداعمين والحكومة التشادية أنفسها تضع استراتيجية كبيرة لزيادة المراكز الخدمية. إن مشروع المراكز الخدمية يهدف لبناء مجمع اجتماعي يحتوي على مركز صحي ومؤسسة تعليمية ووحدة لتحويل الحليب وصهريج للمياه وزريبة لتطعيم الماشية وطاحونة لطحن الغلال. يجري تنفيذ اثنين منهم بإقليم حجر لميس واثنين آخرين بإقليم شاريبا جرمي ومركز واحد بإقليم تانجيلي وآخر مثله بإقليم مايوكي بالشرقي.